وبركاته. كيف حالك يا فهد؟ عساك طيب، بشرني عنك. معك أخوك الصغير سامي بن حمود. الله يوفقك ويسر أمرك، وأنت مبدع في كل حالاتك ورافع رؤوسنا ومنومسنا عند البعيد والقريب. الله يوفقك ويسر أمرك، وأنا أخوك وإلى الأمام. الله يسعدك. والله العظيم انه خلى عليكم جود، واسال الله ان يرحم والدي ويسكن فسيح جناته ويرحم والد عمر بن هذال ومحمد الزعيزي وجميع موتى المسلمين والحيين، اسال الله ان يطول في عمارهم. ختاما، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا.